الذي لا يستطيع ان يعبر هو يستطيع ان يتكلم لكن لا يتكلم يستطيع ومسلم مسلم طيب غيره মুমিন নাকস আল ঈমান আযান নম্বরে তো হলো মুমিন কিন্তু অসম্ভব দাবি করে এরা আইমাত আল কুফর আলা ফিরআউন আলা ইবলিস আলা ইবলিস ইয়াতাকি লাকিন মা সরাহ বিল ইশাহ ফিরআউন ইয়াতাকি মা সরাহ বিল ইশাহ ইদান হালা মানা আননা লাসনা আহল বিল ফাতওয়া আন নুফতি ইয়াহরু বি হাক্কিনা وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول الكتاب.
وأخفائها وأحكامها ما لم تنسى. وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب. ثم الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وأن الله سلام أمر نبيه وأيدهم بالآيات وأنهم أدوا الأمان ونصحوا الأمة وبلغوا وكانوا كلها قيام نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته والآية التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنه وأن أول الأنبياء آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه السلام وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر نعم الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت إيمان بالآخر كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر خروج الروح مثلا وقبض الملائكة لها عذاب القبر نعيم القبر البعث بعد الموت الجزاء كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. نعم. الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربعة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي أربعة. مراتب الإيمان مراتب القضاء والقدر يمتد العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء. الثاني الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تقوم الساعة. الثالث الكتابة قلنا الثالث المشيئة أن للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله نعم كما شاء الله سبحانه وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة الله
الشرك الأصغر فهذا السبع عليه السلام إذا مات عليه يعذب
নম্বর কে সমর্থন করে শেখ আসকার থেকে তৃতীয় শেখ শেখ আসকার সেদিন মারা যায় সে شروط